حذرت وزارة الداخلية المجاميع التي تحاول تشويه الصور المرشحين بالعقوبة القانونية، مؤكدة على لسان المتحدث باسمها اللواء سعد معن أن العقوبة تصل إلى حد الحبس لمدة سنة مع دفع غرامة مالية. لوحظ في الفترة الأخيرة أن هنالك محاولات من البعض لتشويه صور المرشحين وأيضا برامجهم الانتخابية، وبالتالي هنالك بيان من وزارة الداخلية صدر بناء على القانون رقم 45 لسنة 2013، قانون انتخاب مجلس النواب العراقي، وخاصة المادة 35 اللي حقيقة العقوبة فيها واضحة، هو الحبس لمدة شهر إلى سنة أو الغرامة من 1 مليون إلى 5 ملايين أو بكلتا العقوبتين من يحاول أن يؤثر على العملية الانتخابية والدعاية الانتخابية أو يشوه أو يسيء إلى هذا الموضوع، وإن شاء الله وزارة الداخلية جادة في عملية ملاحقة هؤلاء.